مش عايزين كمان ننسى سؤال حلقتنا، ودايما بنتواصل مع حضراتكم من خلال حلقتنا النهارده. السؤال على السوشيال ميديا في طبعا صفحات قناتنا، قناه النادي الاهلي، اذا كان على فيسبوك، تويتر، انستجرام، راي حضرتك. اكيد كلنا تابعنا المباراه، من هو نجم المباراه؟ نجم مباراه النهارده ما بين مصر وجزر القمر. هنتابع مع حضراتكم الاجابه، وهنستنى اجاباتكم ان شاء الله هنتابعها من خلال الحلقه زي ما احنا متعودين. وزي ما بنقول تاني، مبروك لمنتخب مصر تصدر المجموعه، مبروك للكابتن حسام البدري، ولكن هناك كمان ان شاء الله تحديات اكبر، فرق على مستوى اكبر ان شاء الله باذن الله. تصفيات كاس العالم باذن الله ان شاء الله نكون اول مجموعتنا، ونخش بقى على المعمعه الاخيره ونشوف يعني باذن الله منتخبنا ان شاء الله يكون متواجد في كاس العالم 22.